خذ الحميزه صاحبتك اللي راهي معاك ولا حتى البلده تاعك اللي راهي تسنى فيك. البابات المعقد ديما يكون في يدك. احترمي مسافه التباعد الاجتماعي لسلامتك وسلام افراد العائله تاعك. تواصل وحدات المجمع الإقليمي للبرك الوطني بقسنطينة خرجاتها الميدانية من خلال تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة بهدف تحسيس المواطنين بضرورة احترام البروتوكول الصحي، ارتداء الكمامة، احترام مسافة التباعد الاجتماعي خاصة بعد الإفطار وترددهم على المساجد ومرافق الراحة. احنا الله رانا نطبقوا كنا نطبقوا من قبل شوية من بعد زغل تغافلنا شوية عليها. حق ربي زعما شفنا الناس تنحي البافات عندنا ما نلبسوش، ماشي مادام الدنيا ولات لازم ما يحسبوا ويلبس البافات وتعقيم.